بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوان، رجعنا لكم بفيديو جديد وسلسلة جديدة، سلسلة ممتعة تتكون إن شاء الله. راح نسويها سلسلة الألف معلومة عن العراق، راح نجمع ألف معلومة عن العراق. ربما راح تكون يعني هذه المعلومات كثيرة معروفة عندك، ولكن مهما كان راح تكون بها تفاصيل جميلة، تفاصيل يعني ما مر على بالك وما تعرفها. أضافة إلى ذلك أنه مهما كانت هذه المعلومات راح تكون شاملة لجميع ما يتعلق بالعراق إن شاء الله. فنريد دعمكم بوضع لايك للفيديو ومشاركة للفيديوهات اللي ننزلها ومتابعة هذه السلسلة بالاشتراك في القناة. السؤال الأول اللي هو: ما هي أصل تسمية العراق؟ أصل تسمية العراق جاء من أوراك، الأشهر أنه جاء من أوراك أو الوركاء، وهي أقدم تسمية من العصور السومرية والأكدية، وهي بدلالة الوركاء أو مدينة الوركاء الموجودة في جنوب العراق. وأيضا جاء من كلمة فارسية عراق، واللي معناها الأرض المنخفضة. أضافة إلى ذلك أكو تفسير آخر يقول هي أرض الشاطئ، معنى العراق هو أرض الشاطئ أو المحاذي للبحر أو الأرض المنخفضة. بعد تسمية أخرى يقول جاء من تشابك الأعراق، تشابك الأعراق تشابك جذور النخل والنباتات، لذلك سمي بالعراق أو تطور إلى تسميته بالعراق. والعراق بصورة عامة هو جاي من هذه التسميات أو هذه أشهر التسميات الموجودة. هذه السؤال الأول. اثنين: ما هي أقدم حضارة في العراق؟ أقدم حضارة في العراق هي الحضارة السومرية. أقدم حضارة في العراق هي الحضارة السومرية. زين، من هو أقدم ملوك العراق؟ أول ملك بالعراق بتاريخ البشرية اللي وصلت عنه معلومات بالآثار أو الألواح الطينية اللي خطت بالكتابات المسمارية هو أوليم بنكي أو نينكي، أوليم نينكي اللي هو أقدم ملك سومري حكم العراق أو وصلت المعلومات عنه، أوليم نينكي اللي هو من ضمن سلسلة أو أول من وضع أو بنى دولة أو مستوطنة على أساس المواطنة والقوانين المدنية، أو جمع تجمع بشري في العراق. وهنا السؤال الرابع: أول مستوطنة بالتاريخ، أول مستوطنة أو مدينة يعني ذات قوانين أو طبيعة مدنية تجمع بشري توفرت به صفات المدنية، هي مدينة أريدو. مدينة أريدو أو مدينة أريدو اللي موجودة في محافظة الذيقار أو آثارها يعني في محافظة الذيقار، واللي بناها أوليم نينكي اللي هو أول يعني أول الملوك السومريين اللي وصلتنا أخبارهم. أهم وأقدم آثار بالعراق، يعني أقدم موقع أثري بالعراق هو نفسيته مدينة أريدو اللي هذا شكلها، هذا شكلها، واللي هي تعتبر أقدم مدينة في على وجه البشرية. طبعا مع الأسف أنه ما حصلت أي يعني عناية فيها، تعتبر من أهم المراكز الأثرية في العالم. طبعا هذه تقع في محافظة الذيقار وتسمى تل أبو شهرين. تل أبو شهرين تبعد تقريبا 7 إلى 10 كيلو عن مدينة أور الأثرية. هذه أقدم آثار بالعراق. أما أقدم وأول إمبراطورية في تاريخ البشرية فهي الإمبراطورية الأكدية، الإمبراطورية الأكدية واللي بناها أو جمع جميع السلالات في عصر فجر السلالات،
سرجون الأكدي لبناها، وهي تأتي بعد السومرية. ما هو أقدم قانون؟ هنا يعني نقصد بها إمبراطورية في تاريخ البشرية، يعني الأكدية، لأنه البعض يعتقد أنه السومريين أو الأكديين أو البابليين نفسهم أو يعني تقريبا متزامنين. لا، المعلومة خطأ. المعلومة الصحيحة أنه أول ما أجوا السومريين، صحيح عايشوهم بعض الإمبراطوريات أو الأقوام الأخرى، ولكن الأقدم هم السومريين، ومن بعدها أجوا الأكديين، ومن ثم البابليين، وتوالت الإمبراطوريات أو الحضارات اللي سكنت بلاد وادي الرافدين. ما هو أقدم قانون في العراق؟ أقدم قانون أو دستور في العراق هو قانون حمورابي المشهور، شريعة حمورابي، وهو شريعة وهذا شكل آثارها، مسلة موجودة وموجود الآن في متحف اللوفر أعتقد في إيطاليا. هذه القطعة الأثرية اللي هي يعني لا تقدر بأموال، وهو أقدم أو ثاني أقدم، لأنه يعتقدون أنه التوصيات أو يعني التوصيات العبادية للفرعونية أو الأهرامات سبقت حمورابي في هذه التشريعات. وأكو رأي للعلماء يقولون لا، كانت حمورابي أو مسلة حمورابي سبقت الفراعنة والأهرامات. المهم هو أول أو ثاني قانون في تاريخ البشرية، دستور في تاريخ البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من التوصيات والقوانين اللي كانت ملتزم بها السكان البابليين اللي عاشوا في وقت حمورابي. أهم اختراعات السومريين طبعا كثيرة، ومن أهم هذه الاختراعات هي اختراعات الكتابة، اختراع الكتاب العفو، والعجلات، والنظام الستيني، تقسيم النظام الستيني، يعني تقسيم الوقت إلى الساعة إلى 60 دقيقة ولا 60 ثانية، وتقسيم الأسبوع إلى 7 أيام، وغيرها من الابتكارات اللي هي مهمة ولحد الآن بالموجودة معمول بها بالمجتمع. السؤال التاسع، ما هو أقدم عمل فني في العراق؟ أقدم عمل فني بالعراق هي ملحمة جلجامش، وهي قصيدة أو من تتكون من 3000 بيت، يعني كانت تتكلم عن ملوك حقيقيين وملوك أيضا أسطوريين، وهي يعني ملحمة معروفة جدا في أو أقدم ملحمة في تاريخ البشرية. نجي إلى النقطة العاشرة، ما هو الخط الكتابي الأول بتاريخ البشرية؟ أول خط أو أول طريقة للكتابة هي الكتابة المسمارية بالتحديد، الكتابة المسمارية، وهي أقدم كتابة وصلتنا عن طريق الحفريات والآثار، وهي تكون بهذا الشكل مثل ما موجود بالصورة، عبارة عن رموز تشبه المسامير أو مثلثات، كانت ترسم صور معينة طبعاً، ونوجدت هذه والترجمت لقوها، يعني كانت مستخدمة في السلالات السومرية بتحديد الأسعار وتحديد معلومات معينة عن السكان، وتنقل لنا تاريخ الملوك وغيرها من الأمور الأخرى. هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى أقدم خط كتابي اللي هو السومري في تاريخ البشرية، واللي طبعا موجود بالعراق. لهنا وصلنا نهاية الفيديو، نتمنى استفاديته من هاي العشر معلومات، راح تتوالى الفيديوهات إن شاء الله. لا تنسون أن تطول لايك للفيديو وتشتركون بالقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد. في أمان الله.